التوعوية اللي أطلقتها وزارة الصحة لتوعية المجتمع الأردني. هلا وزارة الصحة الأردنية أطلقت وبدعم من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الحملة الوطنية لتعزيز السلوكيات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا. لنعرف أكثر تفاصيل يسعدنا وجود الدكتور وائل الهياجن الأمين العام لشؤون الأوبئة معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة. دكتور وائل يسعد مساك ويعطيكم ألف ألف عافية يا رب. الله يعطيك العافية، شكرا لك وللمستمعين الكرام، وربنا يجيب كل شيء خير إن شاء الله لبلدنا. أمين دكتور وائل. يعني إحنا اليوم عم نحكي معك أكثر حول هذه الحملة اللي أنا ذكرت، السبب الرئيس لإطلاق الحملة الوطنية هذه، ونحكي شوي عن شعار الحملة كمان، لماذا اختير؟ شكرا ستي. هذه الحملة كما تعرف اسمها حملة تحميهم، والحملة بشكل عام يعني تهدف إلى تعزيز السلوكيات الوقائية عندنا في المجتمع الأردني، وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا، ومنها التركيز على سلوكيات محددة بعينها مثل ارتداء الكمامة بشكل صحيح بشكل دائم، تحقيق التباعد الجسدي في الأماكن العامة، وفي أيضا يهدف إلى توجيه أفراد المجتمع للحصول على معلومة دقيقة من مصادر موثوقة مثل موقع وزارة الصحة، تطبيق صحتك. وبالتالي نحن نهدف إلى بناء مسالك وأعراف اجتماعية داعمة للإجراءات الوقائية التي ترافقت مع هذه الجائحة وأصبحت جزء من حياتنا اليومية. أما ستي سؤالك عن شعار الحملة اللي بحكي بحميهم، وليش اخترنا هذا الشعار؟ يعني الشعار أولا بحمل معنى وقائي، لأنه إحنا بنحكي عن أهمية اتباع سلوكيات وقائية نستطيع من خلالها السيطرة على الوباء والحد من انتشاره، نحمي أنفسنا ومن نحب من خطر فيروس كورونا. سبب هذا الاختيار كان أهمية التأكيد على مسؤوليتنا كأفراد تجاه أنفسنا وتجاه من نحب بحميهم. تجنب المرض من خلال التأكيد على اتباع السلوكيات الوقائية الصحيحة. في إحدى الدراسات اللي نفذتها وزارة الصحة مؤخرا أشارت إلى أنه أحد أهم الدوافع لدى المواطن الأردني لاتخاذ إجراءات وقائية بهذه الجائحة أنه بحب أهله، بحب أسرهم وأحبائهم، وخاصة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مثل كبار السن. فبالتالي المعنى فيه أنا كشخص أردني بحمي أهلي وعائلتي، يعني في التزام شخصي تجاه الأسرة، تجاه المجتمع، تجاه اللي بحميهم، تجاه اللي بحبهم، عن طريق حمايتهم باتخاذ الإجراءات الوقائية. 100% 100%، بالإضافة أكيد للواعز الأخلاقي اللي لازم يكون موجود ليتحمل الواحد مسؤولية، يعني يكون قد هالمسؤولية لنطلع من هالجائحة إن شاء الله. دكتور وائل، المؤسسات القائمة على هاي الحملة مين؟ يعني أول شيء الحملة من خلال وزارة الصحة، ولكن هي تقدم بدعم سخي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعني من الشعب الأمريكي. في أن مؤسسة كاميلي هيلث انترناشونال بتقدمها، وفي معنى أيضا نتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية لقدمهم جميعا، كل الشكر نيابة عن الشعب الأردني. نعم بالتأكيد. إذا إحنا بس لإعادة صياغة التعليمات والنصائح من جديد دكتور وائل، الإجراءات الوقائية اللي لازم كل واحد فينا اليوم يتبعها للحد من انتشار الفيروس، بعرف إنه الكمامة والتباعد الاجتماعي، لكن نعتبرهم حاليا هم اللقاح المتوفر؟ خلينا يعني نحكي بصراحة، إحنا نعرف الآن، إحنا نختلف على شغلات كثيرة في العلم، لكن الآن نعرف تماماً إنه الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي هي أهم الممارسات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. جائد لغاية اليوم هي الأدوات الوحيدة المتوفرة لذلك، بانتظار المطعوم. مثل ما حكيت ستي، هلا في بعض العلماء بيطلقوا على الكمامة يعني نوع اسم المطعوم الموجود لدينا الآن. هلا إحنا في عنا التزام نفسي، في عنا زيادة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد المجتمعي في الأماكن العامة عند الأردنيين، لكن هذا الالتزام غير سام في عند المواطنين، وأحيانا عند ارتداء الكمامة يتم ارتدائها بشكل غير صحيح أي لا تحقق الغاية منها. فبالتالي إحنا مش بس بدنا نشعر إنه لازم نلبس كمامة، إحنا بدنا نلزم القوة بين شعورنا بضرورة لبس الكمامة وبين التزامنا العملي بلبس الكمامة. يعني بدنا نشعر وبدنا ننفذ بدينا، نشعر بقلوبنا وننفذ بأيدينا انه نلبس الكمامه ونتباعد جسديا ونبتعد عن التجمعات. فبالتالي كان هذا السبب الرئيسي وراء اطلاق حملتنا هذه، وفي هذا الوقت بالذات
بحب احكي فيكي كمان شغله مهمه، انه الكمامه ما تقي بس من فيروس كورونا، اي فيروس ينتقل عن طريق الرذاذ والتنفس والهواء فتحمينا منه هذه الكمامه، بما في الانفلونزا الموسميه اللي هي وقتها الان بتصير الان في هذا الوقت من العام. نعم يعني هي بالنهاية رسالة في غاية الأهمية دكتور وائل، نتمنى أن تصل لكل مواطن عم بيسمعنا، إنه الكمامة يعني مش موجودة للزينة أو المنظر أو خوف من المخالفة، المفروض تكون دافع داخلي وشخصي وواعز أخلاقي لنفسك بأنه تحمي حالك وتحمي اللي حواليك. أخيرا دكتور وائل، شو نصيحتك للمواطن الأردني فيما يتعلق بتلقي المعلومة الصحيحة والموثوق بها، خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا؟ يعني أنا بدي أتوجه للمواطن بنصيحة شخصية. هناك الكثير من المواقع يعني التواصل الاجتماعي، الكثير من المواقع التي لا نعرف مدى صحة ما يدور فيها، بالتالي أنا نصيحتي للمواطن أن يتلقى معلومته من مصادر موثوقة كالمصادر الرسمية كوزارة الصحة كموقع رئاسة الوزراء، لأن برضو بعض المواقع الأخرى يعني التي تعبر عن التزام رصين بإعطاء المعلومة الصحيحة. المركز الوطني لإدارة الأزمات، إذا بده واحد يطلع مثلا على مواقع عالمية، في مواقع عالمية CDC منظمة الصحة العالمية، لكن يبتعد عن المواقع التي يعني هدفها تثير المشاعر بغض النظر عن موثوقية المعلومة أو مصداقية. نعم يعني هاي النصيحة في غاية الأهمية ودائما احنا بنشدد عليها بكل برامجنا وعبر راديو هلا وموقع هلا أخبار. دكتور وائل هياجنة، بنعرف قديش الضغط بهالفترة والأونة الأخيرة كانت كبيرة وما زالت عليكم، فاسمح لي أشكرك وأقولكم يعطيكم ألف عافية كمان أنت وكل العاملين. اسمح لي أشكرك ستي أنت والقائمين على هذا البرنامج، وأشكر المواطنين الكرام وأدعوهم إلى مزيد من الالتزام في سبيل من نحب وفي سبيل الوطن وبنحميهم. أشكرك الدكتور وائل الهياجني الأمين العام لشؤون الأوبئة، كان معنا على الهواء مباشرة على الهاتف. شكرا. بالقمة فوق بالعالي راديو هلا.